أطلقت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مسابقة الإبداع البلدي لموظفي البلديات في مختلف محافظات المملكة، وقد أكدت اللجنة المشرفة أنها بدأت بتقييم المشاركات. وفي نشرة سابقة أكد الدكتور عبد العزيز محمد عبد الكريم الوكيل المساعد لشؤون الزراعة رئيس لجنة جائزة الإبداع في العمل البلدي، أكد أنه تم تقييم 37 مقترح، وسوف يتم إيصال المقترحات الفائزة للجهات المعنية في شؤون البلديات والبلديات الأربع لتنفيذها على أرض الواقع. تقدم إلينا نحو 37 مقترح إلى اللجنة وتم تقييمهم، ويعني أود أن أبين أن شكل العنصر النسائي 37% من عدد المشاركين، وشملت المقترحات مجالات متنوعة، نال النصيب الأكبر منها مجال التحول الرقمي إضافة لمجالات المجال البيئي والخدمي والإجراءات. بالنسبة لآلية التعامل مع المقترحات الفائزة، سوف يتم إيصالها للجهات المعنية بشؤون البلديات والبلديات الأربع لتنفيذها على أرض الواقع بعد استكمال دراسة المقترحات وتحديد المتطلبات إن كانت هناك حاجة لموارد وكوادر للتنفيذ، كما أن الإدارة العليا سوف تتابع تبني الجهات للمقترحات الفائزة أو المقترحات أيضا الأخرى، وذلك لضمان الكفاءة في العمل بما يتماشى مع أهداف أولويات الحكومة الموقرة والداعمة دائما لمصلحة الوطن والمواطنين.